افترضنا انه طن القمح مثلا الحكومة اتفقت معايا على انه يوسف احنا هناخد منك الطن ده ب10 جنيه. طيب جينا ساعة الحصاد لقينا ان الطن ب13، الحكومة تعمل ايه؟ ايوه هتدفع ال13 بمنتهى البساطة. طب والسعر بيتحدد ازاي؟ ده سعر عالمي، لا في ايدي ولا في ايدك. السعر العالمي بيقول 10 يبقوا 10، 11 11، 12 12، 13 13. هنا الفلاح يبقى متشجع على الشراء. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه مفيش حاجه هتقف عليه بخساره، ومش هيبقى ايه يا خبر ابيض ده بيشتري مني طن مثلا ب10 ولا ب11 مع انه ده السعر العالمي بتاعه وصل 13 و14. مفيش كلام من ده، الشراء بالسعر العالمي وقت الحصاد. ايه اللي تاني ممكن يتعمل؟ هو ده سؤال. شوفوا يا سادة كرام، وده بتكلم بجد، دي ارقام ما فيهاش شكوك. ليه؟ بالمناسبة اللي يفهم ده اكتر مني مثلا في المسألة الزراعية دي اخواننا المزارعين والفلاحين، لانهم شايفين بعينيهم. عارف يعني ايه في تقاوي معتمده بترفع له معدل الانتاجيه بتاعت الفدان؟ عارف يعني ايه سماد مدعوم بيجي له لحد عنده طول ما هو ملتزم معاه؟ يبقى من العين. ما انت عاوز السماد المدعوم تاخد التقاوي المعتمد. فهمتني اقصد ايه؟ طيب تعالى ناخد معانا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا حضرتك وكل الساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ اهلا بحضرتك دكتور عباس. عايزين نعرف اكتر على مساله ما فخامة الرئيس اتكلم على انه واحنا النهاردة بنفتتح هذا المجمع لصناعة الاسمدة الازوتية الضخم والعملاق، انه احنا بنعمل حالة تكامل حقيقية في مسألة التوسع الزراعي. انا بزرع بوفر مية، بوفر كمان الاسمدة، وبوفر تقاوي معتمدة. مدى الاستفادة من هذا المجمع او كل هذه المجمعات اللي بنشتغل عليها التابعة لشركة النصر ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اللي احنا شايفينه النهارده ده ملحمه كبيره جدا جدا جدا، وليست نظريه ولكن تنفيذيه واقعيه. واحنا لما نيجي نتكلم عن العمل الزراعي والاستثمار الزراعي والتوسع الزراعي، احنا ما بنتكلمش عن مصنع عباره عن الات وحديد ومعدات هتتركب وهتدوس على الزراعي فخلاص كده خلص. لا، الانتاج الزراعي احنا بنتعامل مع طبيعه، بنتعامل مع مناخ متغير، بنتعامل مع طبيعه ارض جافه، بنتعامل مع اراضي صحراويه، او بنتعامل مع مناخ متغير، بنتعامل مع حضرتك اراضي قاحله رمليه. ففي هنا معطيات كثيره جدا جدا جدا. اولا المدحنه اللي احنا شايفينها دي بنتكلم فيها عن التوسع الراسي وعن التوسع الافقي. ولما نقول كلمه توسع راسي وتوسع افقي للانتاج الزراعي لازم يكون يواكبه الخطه الطموحه اللي بدا بها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيسموها يعني كيف تتناغم هذه التوسعات الافقيه مع مستلزمات الانتاج. لازم الاثنين بيمشوا مع بعض مع علاقتهم بالعدد السكاني او العدد البشري داخل الدوله المصريه الذي يتنامى عاما بعد عام. طبعا كانت الاستراتيجيه فعلا طموحه ان في توسع في الاراضي الجديده داخل الدوله المصريه لتستوعب العدد السكاني المضطرد عاما بعد عام، فكان لازم يواكب هذه التوسع يواكبوا مستلزمات انتاج. التوسع الافقي زي حضرتك دلوقتي ما اشرت له، سمعنا 1.5 مليون فدان، سمعنا الدلتا الجديده 2 مليون فدان، 3.5 مليون فدان بيتم انجازهم في وقت وجيز جدا بالنسبه لعمر الحياه. طبعا ما عادش زي زمان ان اي واحد هيروح هيدق بير وهيطلع ويبدا يزرع وبعد كده يقول لك البير خلص الميه ملحت. لا، دلوقتي التوسع بحساب وبعلم وبدراسة وبتكاليف، فكل متر بيتم يعني تمهيده للزراعة أول شيء بنعمل حاجة اسمها الدراسة الجيولوجية للأرض، بنشوف كميات المياه الأرضية، بنشوفها متجددة غير متجددة، بنشوف مدى استمراريتها، هتغطي كام عام من الاستثمار الزراعي هذه المياه،
دراسة جيولوجية مكلفة جدا. بعد كده بندرس نوع المياه الأرضية دي أو المياه الجوفية، ملوحتها شكلها إيه، هل تقبل إن احنا نزرع بيها أو لا تقبل. وبعد كده دراسة جيولوجية، دراسة مائية لملوحة المياه. بعد كده نطلع على الطبقة السطحية من الأرض، نشوف عمق المادة اللي هي الطبقة القابلة للزراعة، بعمل مقطع في الأرض بعمق متر ونصف أو أكثر، ونشوف ترتيبات أو طبقات الأرض، ونشوف النفاذيتها إيه وشكلها إيه. بعد كده كل دي نتحط عليه علامات صح، نبدأ نشوف إيه هو المحصول اللي يتركب على هذه المساحة عشان يكون العائد منه اقتصاد. فدي عمل وجهد كبير جدا جدا جدا، وعمل تنفيذي كبير جدا جدا جدا، ويواكب ذلك التوسع الغذائي للنبات اللي احنا شهدناه في مايو الماضي بمجمع المصانع بالنسبه للفوسفات. والنهارده شهدنا النهضه الكبرى بخطوط الانتاج بالنسبه للسماد الازوتي سواء يوريا او نترات. طبعا معدة سماد ازوتي يعني ان كان يمثل في مدخلات الانتاج من 8 ل 12%، ولكن يمثل في كمية الانتاج من وحدة المساحة من 60 ل 80%، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة على سبيل المثال القمح او الذرة البيضاء والصفراء او فول الصويا. الازوت مهم جدا جدا جدا، ولذلك كان لازم يكون في هناك استراتيجية كاملة، توسع أفقي لزيادة المساحة المنزرعة يقابلها على طول مجمعات لتصنيع السماد تواكب هذه المساحات وتلبي احتياجاتها. دي رقم واحد. رقم اثنين، هذه المصانع التي مجمعات المصانع التي تقام في الدولة المصرية، بالفعل احنا عندنا فائض من الأسمدة، ولكن كنا نحتاج المزيد والمزيد منها سواء لليوريا أو النترات أو مخاليط الأسمدة بيسموها الـ NBK أو الأسمدة المركبة، ودي ضرورة ملحة إن شاء الله رب العالمين. وشفنا باكورتها النهاردة في العين السخنة، دي تواكب المساحات في التوسع، ودي كله بيسموه التوسع الأفقي وتوفير مستلزمات الإنتاج. طبعا كان فيه ربطة كويسة جدا جدا من معالي وزير الزراعة السيد القصير، هو الاهتمام بالتقاوم المنطقة والتوصيات الفنية لزيادة الإنتاج، ودي ما يسمى بالتوسع الرأسي. يبقى خدنا توسع افقي زياده مساحه ارضيه، بدانا ندخل بتبني معالي وزير الزراعه سيد القصير السياسه الصنفيه، التقاوم المنطقه، التوصيات الفنيه اللازمه دي تركب مع دي، نبدا نعظم الانتاجيه من وحده المساحه، الاثنين بيتعانقوا مع بعض، بنزود الانتاجيه التي تؤمن الغذاء داخل الدوله المصريه، لان الامن الغذائي بقى ضروره ملحه مع المتغيرات العالميه اللي احنا بنشهدها دلوقتي، سواء كانت متغيرات بيئيه او انحراف في البيئه، وكذلك الحراك العالمي الحرب الروسيه الاوكرانيه، وايضا قبل ذلك مرينا بازمه كبيره ايام كوفيد 19 اللي هي في الفعل اثرت ان ممكن تمتلك المال ولكن لن تمتلك الغذاء. كل هذه النقاط متجمعه فخامة الرئيس كان محطوط سيناريو استراتيجي كبير جدا يواكب هذه الأحداث اللي احنا بنشهده النهاردة. في شيء ثاني يضاف إلى ذلك، بيسموها العوائد الاقتصادية من هذه المجمعات الصناعية. هذه المنتج الصناعي إن لم يكن ينتج في الدولة المصرية لإمداد النبات دي أو للمحاصيل بتاعتنا، كنا هنضطر للاستيراد بعملة نقدية من خارج الدولة المصرية. فده التصنيع بيعتبر تصنيع محلي، بيوفر علينا ان احنا نشتريه بالعملة الصعبة، بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يكون عندنا فائض انتاج منه لا مانع من تصديره، برضه بيحقق معانا عائد نقدي اجنبي. كل ذلك بيساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد القومي للدولة المصرية وتأمين الغذاء والأمن الغذائي داخل الدولة المصرية. فاحنا بالفعل في ملحمة كبيرة جدا جدا صحيح. داخل الدولة المصرية، ونهضة كبيرة جدا جدا في المجال الزراعي اللي بيعتبر هو إن كان الاستثمار فيه بيكون فعلا منخفض العوائد نقديا، ولكن القيمة العظمى منه
تأمين الغذاء للمواطن المصري. بس كده هو بيساهم لي في الناتج القومي الإجمالي بتاعي بنسبة 15%. يعني ده لو أنا بتكلم هنا حتى على مسألة الزراعة تحديدا. أشكرك أولا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.